تركي حياك الله. يا هلا ومرحبا، مساك الله بالخير. حياك الله. يا مرحبا. مسي عليك ومسي على ضيوفك الكرام. تركي حضورك رائع وجميل في البرنامج. وليد سام. اقول حضورك رائع وجميل في البرنامج. الله يسعدك. الصوت الاذاعي الجميل. كل الشكر لك. اتمنى اشوف له تفاعل اكثر وحضور اكثر. باذن الواحد الاحد. تركي ان دخلت المنتجع هل كان احد من اقربائك في عنده حاله صحيه صعبه؟ صحيح. مين؟ محمد ولد عمتي. وش فيه؟ حصل له حادث ودخل في غيبوبة. أنت دخلت البرنامج وهو في غيبوبة؟ إيه. طيب. طيب بننقل لك خبر. إيش فيك علي؟ إن شاء الله أموره طيبة. اللهم استعان. يا أبو علي تكلم. لا يعني أبنقل لك خبر يا حبيبي، بس أنا ما ودي أنقله هنا، ودي تسمع أنت من ذويك. خضر اتصال. ترى خوفتني انا. خضر اتصال يا موسى. الو. ايوه. الو. ايوه. هلا ومرحبا. كيف حالك؟ بخير حياك عبد الله. طيبي ان شاء الله. بخير الله يسعدك، شو اخبارك؟ ايش اخبارك؟ ابشرنا عنك. الحمد لله الله يسلمك، طمني عن محمد تكفى. لا شك بخير ونعمه، هذا اللي يكلمك الحين، تكلم معه. محمد. محمد. لا حبيبي يا تركي. حبيبي محمد. تركي. محمد. بسم الله عليك. ماذا؟ محمد. يا تركي. شلونك تركي؟ عبد الله. هلا. طمني عنه صدق. لا بشك الحمد لله والله اني حسي. بس تو صاحي من النوم. ولا هذا والله يتكلم ما شاء الله تبارك الله وجات من جنب الحين. بسم الله عليه، في المستشفى ولا طلع؟ لا في المستشفى الحين. وش اسمه قبل شوي والله يناديك يقول تركي اكلمه، قلت تركي على الهواء مباشر بكلمه. الحمد لله يا ربي الحمد لله، هذا من دعاء المسلمين الحمد لله، دائما في البرنامج كان هو البوابه ان نذكر، وان شاء الله دعاء المسلمين ان شاء الله وصله، جعله ما يشوف شر ان شاء الله، والله يشفي كل مرضى المسلمين. يا الله لك الحمد يا رب. الحمد لله، انا والله قاعد احتريك وهم عاد شوي قام قفوا في النوم شوي ولا سمعت هذا من تركي كذا. الحمد لله، الله يشفي يا رب ويتمم عليه ويفرح قلب عمك ان شاء الله وقلبك. مصور لك عباره وكاتبها بيده والله. بنوريها تركي ان شاء الله. الله يسعدك بكم. بنوريها على الهواء، بس ارسل الصوره للمسؤول المتسابقين، وشكرا لك حبيبي والله يشفي ان شاء الله. معليش وما يعطيك العافيه. شكرا بالله وجيكم وما قصرت والله يعطيكم العافيه. شكرا لك يا حبيبي تركي، الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته. تفاصيل الخبر ما كانت كامله عندي، انا ما كنت ادري مين اللي بيكلمك هو ولا اخوه، حبيت انك تسمع الصوت مباشره. الحمد لله على سلامته وما يشوف شر ان شاء الله. ورسالتك يا موسى، عطني وجهك بس الكاميرا. نعم عطني وجهك الكاميرا. ايوه رسالتك للجمهور اللي يتابعك والحمد لله على سلامتك. اول شيء الله يعطيكم العافيه وبيض الله وجيكم، اعتقد انه اكبر نعمه اني اكون متواجد في هذه القناه وان زملائي المشاركين والمتابعين وكل منسوبين القناه كانوا قريبين مني وكانوا قريبين من كل المتسابقين. اي واحد يتكلم عن حاله خاصه او حاله صحيه يجوني ويسالونه ويطمنونه، ويعني بالرغم من القوانين الصارمه للامانه اللي علينا الا انهم قاعدين يوصلون الاخبار الحلوه. الحمد لله على سلامته، موضوعه كان مشغلني كثير والله يشفيه. طبعا سبب الحادث ما بيطول عليكم، واحد كان لاهي بالجوال وصدمه وهو رايح يجيب اغراض الامه ودخل غيبوبه وكانت في اثار كبيره، لكن الحمد لله عدى منها. الله وقدامه العافيه ان شاء الله ما يشوف شر. شكرا لك يا حبيبي. شكرا شكرا هاني، شكرا علي، شكرا حاتم، شكرا وليد، شكرا قناه بدايه. تركي صباح الله بالخير حبيبي وليد. الحمد لله على سلامته وتستاهل خبره الحلو. اشكر لك حضورك الرائع بدايه الايام، لكن الايام هذه كلمتك انا تحت البث، ودي نشوف التفاعل الرائع تركي موسى، حضوره الجميل باذن الله. باذن الله ان شاء الله الخبر الحلو يكون في الخير يا رب. طيب شكرا لك يا حبيبي، معليش الوقت ما معي. شكرا لك يا تركي حبيبي، شكرا الحمد لله على سلامته. بعد المنظمين في